trash. Not gonna pick a look. أنا بشكر تاني حضراتكم على المجهود العظيم والشغل الجميل واللي بيطمني كده على إن إحنا ماشيين على الخط السليم وبإذن الله المنافسة الجاية تكون في نفس المستوى وأحسن. بشكر كل اللي ساهموا في الإعداد، إخراج، تنفيذ، الإشراف. وبإذن الله زي ما قلت كده يعني هحتاج بالشغل دوت لحاجه بسيطه كده للرحله اللي جايه مجانا الفصل بالكامل وتقدير مدرسات او القسم مع ميس حنان هيفضلوا وضع خاص معايا. هطلع مستر سلمان بالشكر ان هو شرفنا في اول ايفنت يتعمل السنه دي وليكوا جايزه برضو انه حصتين البي اي اللي جايين يكونوا في البسين بتاع المدرسه بس تكملوا الصوره بتاعه التصوير وتتعمل وتنزل في البرزنتيشن الموجوده في